لم يكن هناك شك بأن النجم البرازيلي نيمار سيدخل المنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2015. الفيفا كشف عن الأسماء الثلاثة التي ستتنافس على الكرة الذهبية، ودخل نيمار الصراع للمرة الأولى بعدما تألق بشكل ملفت مع برشلونة طوال السنة، وبالأخص بعد إصابة ليونيل ميسي الأخيرة. إصابة ميسي جعلت نيمار يتحمل رفقة سواريز مهمة تسجيل الأهداف مع البارسا، وهو الآن يتصدر قائمة هداف الليغا ب14 هدفا، ولا ننسى أنه فاز بالثلاثية التاريخية. الإسمان الباقيان معروفان للجميع ولم يغيبا عن المنافسة منذ أعوام، وبينهما 7 كرات ذهبية، ميسي ورونالدو. النجم الأرجنتيني صاحب الكرات الأربعة يبدو الأوفر حظا لنيل الخامسة، خاصة بعد إحرازه ثلاثية تاريخية مع البارسا ووصوله لنهائي كوبا أمريكا مع الأرجنتين. أما رونالدو البعيد حاليا عن مستواه، فهو بعيد أيضا عن المنافسة على الكرة الذهبية، وهذا ما أكده بنفسه عندما اعترف أن ميسي هو من سيحملها هذه السنة. أرى بأن ميسي لاعب غير عادي، بإمكانه المراوغة والتسجيل والتمرير، لديه رؤية شاملة للعب وقدرة كبيرة على فهم المباراة. أما كريستيانو رونالدو فهو يعمل بجد طوال الوقت، لكن في اعتقادي بأن ميسي يبقى لاعبا استثنائيا. أنا سعيد جدا كذلك بالنسبة لنيمار، فهو لم يقدم المستوى المنتظر منه عندما جاء إلى برشلونة أول الأمر، وهو اليوم أصبح يمثل أحد أهم الركائز في الفريق الكتالوني، خصوصا في غياب ليونيل ميسي، وهو يتطور باستمرار بكيفية لا تصدق.